السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في صحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد ومسمن تحت طلب بلا زبده، معلقه واحده ديال الزبده والزيت قليله، وكيجيو خفاف على المعده وزوينين وبالفرينه. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. وقبل ما ندوزو للفيديو نبغي نقول مع البلانشير، بس انا ندوي لكم على هذا الفيديو. بالنسبه للاخوات اللي كيطلبوها وكيجيو مع الويكاند، في الويكاند راه ما تيكونوش خدامين، خليو ميساجكم والاثنين ان شاء الله باذن الله راه يجاوبوكم. صافي، تحت الطلب ديال الاخوات ملي كدوزت معاكم التقضيه ودوزت معاكم الفرينه، بغاو بيها قالوا لي خدمي بها المسمن وبطبوط. دابا انا غندير بها شويه المسمن، درت فيه حتى حاجه لا عسل لا حتى حاجه لا خميره لا والو، درت المليحه ها هي ومعلقه سنيده ها هي والفينو ها هو. الفينو ما كثيرش، الفرينه اكثر من الفينو، وغادي نعجنو بالماء بارد وما غنعجنوش بزاف. انا دابا غادي نخلطو ونديهو نجيبو وغنديرو في ميكا وغنخليها نكمل تشفاف عاد ندوز مسمن، وكيجي زوين. كاع ما تعجنو، بغيت نديرو لا في عجانه لا في والو، حيت ماشي كلشي عندو العجانه، يعني غنعجنو لكم بيدي. درت قياس جوج زلايف ديال الفرينه، نديرو معاها زلافه ديال الفينو. ديما هو الفينو تيكون اقل، وملي ديرو الفرينه ما ديروش الفورس، في حاجه وحده تكون هي الفرينه هي الفورس. ها هو الماء بارد البنات، ما درت لا ما سخون لا والو، بسم الله. غير هي البنات المسمن ما تجريوش، المسمن يكون شويه شاد في راسو، غنخليه يرتاح شويه صافي كيجي هو هذاك. انتم غتشوفوني في الجميع شحال غنجمعو. شوفوا واخا تيبان ليا هنا راه باقي عندي الطحين ما نزيدش الماء، صافي غنحاول ها الطحين ندخلو في هاد العجينه. زدت الماء غتولي ليا مطلوقه بزاف، انا القصريه عندي شويه صغيره ما جبتش الكبيره، عرفتو هي حرشه والفينو حرش. وتشوفوا كي تيجي مسمن، ها تيجي فن، هي حرشه اكثر من الاخرى القديمه اللي كانت عندي، حتى هي اخرى زوينه ماشي خايبه، فنه حتى هي. هذيك ايسيل، ولكن ايسيل الرطبه هانتوما، هذه جايه حرشه الصراحه. وملي كتكون الفرينه حرشه كتجيب مسمنها كتجيبو مسمد وزوين. صافي غنبقى غادي هكا تندخل الدقيق في هاد العجينه، غنحاول نبدا نحيد القصريه ونديرها في الارض. صافي يا البنات، انا ما دلكتهاش بزاف، بارك عليها. شوفوا صافي، شوفوا هانتوما راه ما قاصحه ما مطلوقه ما والو، بين وبين ما تكونش قاصحه بزاف تطيح لكم دريوعاتكم، وما تكونش رطبه بزاف دير لكم الودينات ويجي المسمن ما زوينش. دابا غنجيب ليكا ندير لها الزيت، نمشي نشقى شقايه ونكملوا على ما يقربوا يدخلوا الدراري ندير المسمنات. دابا انا بوحدي في الدار، ما لا كاين لا ريحانه لا حتى حد، داكشي باش كنشقشقه منظم بحاجه بحاجه. نسقطر هاد البيضو ويلا خوات، صافي نخليه نمشي نكمل شقايه ونرجع.
صافي البنات، المسمن عجنته معكم البارح، ما سهلش الله انني ما كتعبش نديرو البارح، بقى في الثلاجه جمعت داتو في الثلاجه، والصباح جبته قبيله، جبته قبيله هكا قبل من العصر تترخى مزيان، ودابا غادي نبدا نسمن. يعني راه ماشي مشكل، واخا ديروه في الثلاجه ويبات راه ماشي مشكل. غادي نخرج البنات واحد الكريسات يكونوا صغارين ما كبارينش، حيت انا غادي ندير جوج وحدات باش يجي مورق زوين، ولكن ما غاديش ندير وحده نخدم وحده مربعه وعاد نديرها وسط وحده اخرى، لا هذيك هذا شي شويه فيها الخدمه، هذه ساهله وزوينه. السمنة كيبقى كاين لي فن، شوفوا قداش خرجته غير صغير، حيت غندير جوجات يلاه يجيني، يلاه تجيني في القياس هو هذاك، ما عنديش ندير فيه الزبده، غير معلقه الزبده صافي، وهانتوما غتشوفوا كي تيجي. انا غير كتعجبني ديك النسمه ديال الزبده في المسمن، اما انت ديك المعلقه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، فهمتوني؟ انت ديك المعلقه ما ديروهاش الا ما بغيتوهاش. صافي انا غنجبدهم يرتاحوا واحد ربع ساعه هكاك ونرجع لهم ان شاء الله باذن الله، ولا نص ساعه شحال ما بغيتو، طالما المسمن ما فيهش البنات الخميره ما تخافوش منه. يلا انا غنكمل ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها معلقه ديال الزبده، معلقه الزبده غير باش تجي ديك النسمه ديال الزبده في المسمن، كما قلت لكم ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. هذا البنات راه سرنا عند واحد مولات المسمن، مسمنها واعر، ما كديرش الزبده كثيره وكدير الزيت، كتسمنو بالزيت ولا شتو كتقولوا هذا راه كله زبده، كيجي رطب وكيجي زوين بزاف ومورق. بالنسبه للمسمن باش ما يجيكمش قاصح اولا كيبقاو يقصح، ما تكثروش فيه الفينو. ها هو يا البنات ما غندير لا فينو لا والو، غادي نفرق غنفرق بالفرينه نيت، شفتوا هيا دابا سابنات الزبيده وسط داك الزيت. صافي غنطفي البوطه وغنزيد هذا، عرفتو بكري كنا كنديرو المسمن غير بالزيت، كان كيجي واعر، واش من الطحين كان زوين، كان كيجي المسمن زوين، كاع ما كنا كنديرو الزبدة. دابا راه الزبدة في ريحتها عاطية، زبدة العبار، العبار ريحتها زوينة، ونهار الجمعة نشارك معاكم الزبدة اللي قلت لكم ديال بين، خطيرة، إلا قلت لكم زوينة زوينة عرفتو درت بها المسمن جا زوين، الحرشة جات راه الحرشة ملي كديرو بها الحرشة كتجي واحد البنة، ما نقولش لكم واحد البنة واعرة، بحال فيها الفرماج بحال، حيت هي مالحة هذيك الزبدة فيها الملوحة. الى عقلتوا على واحد الزبده سميتها دورينا، الناس اللي كانوا كيتقداو سلعه الشمال غيعرفوها. هنا راه غنزيد شويه الطحين حيت بغيتو شويه يجيني ثقيل، كانت سميتها دورينا وهذه بحالها، وتا هي ديال برا هاد الزبده نيت. غادي نبدا من دوك الاولين وغادي نلاصق وحده من وحده، غنلصقهم هنا نيت البنات. صافي غنمشي هكا تنكملهم كاملين، واللي ما فيهاش الفوق هذاك الخليط نزيد لها شويه، راح خليته بزاف طرخا، هو اصلا تجينا من البارح هادشي، دابا هادي كي غتجي غتجي مسمنه واعر. هذا غير الزيت هذا باش هنا نطلق المسمنه ما تلصقش ليا، صافي ونمشي نطلقها من الوسط ونمشي للجناب، الوسط ونمشي للجناب. هذا كان طحين زوين راه كيخلي يجيب لكم مسمنكم زوين، وورقوا البنات ورقوا باش يجيكم مسمن زوين. صافي وغندير ليه شويه من هذا، حتى ما طلقتش بالزيت غير داكشي اللي دهنت به، وهنا كندير غير شويه باش يجيني محلول. صافي نديرو انا نديرها مربع هذا، انا غندير شي ملويات معاكم دابا نيت. يلا الملويه ملي درت الوفه ما تلوهاش مزيره، لوها مرخوفه باش تجيكم محلوله، راه الا زيرتوها راه ما تجيكمش محلوله. صافي نحطها جنب
باش ترتاح شويه هكا، باش ملي نجي نقرصها ما تجينيش واعره. غندير معكم عاوتاني مربعه واحده اخرى. انا غنطيبو في البلانشه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو عرض في البلانشه، ما عرفتش انا يلاه سولت حد الساعه باقي ما جاوبتنيش، هتجاوبني نقول لكم اشنو كاين. نخدم معكم في البلانشه ديال السيراميك، زوينه صراحه، مسربيه يا البنات، بالنسبه للطياب مسربيه. صافي البنات، غادي ندير البلانشه تسخن. في الاول غنديرها على الاخر، غادي يحتفى غير ثلاثه مينيموم، الميديوم والماكسيموم. انا نخليها تسخن، مني تسخن غادي نقص شويه. عندها واحد المجير هنا غير خزنته الفوق، طلعتها الفوق ما بقيتش جبدتها. هكا اللي بغى يشوي ولا شي حاجه كيهبط داك اليدام هنا. هذه سيراميك وكاينه طيفلونيك. الطيفلونيك ما بقاتش عندهم البنات، ما بقاتش عندهم كاع في الزيت، ولكن بقى السيراميك هي زوينه كطيب زوين. دابا انا كنوريكم داكشي اللي عندي. قلت لي واحد الاخر اختي شدي كاع الالات الكهربائيه اللي عندك ودوزها معنا، بزاف كاينه شي حاجه الفوق، كاينه شوايه، كاينه هذيك طحانه الكفته، يعني بزاف باش نجبد كلشي. انا غنبقى نجبد غير داكشي اللي نقدروا نخدموا به في رمضان، ومني لحق داكشي ديال العيد نجبدو. وهكذا بالنسبه للمسمن راكم عارفين، نقرصوه بالكف ونجيبو من الوسط ونديو للجناب. بغيتو شويه مهبر خليوه، بغيتو رقيق قرصو. انا الصراحه بغيتو قد هكا. صافي غادي ندير شويه الزيت، هي هاد البلانشه راه ما كتبغيش الزيت بزاف. راكم عارفين المسمن البنات ضروري شويه هكا تقلبوه. شوفوا هانتوما كي تنفخ. جبت الشبكه، تكون عندكم الشبكه يا البنات تحطوا عليها باش ما يعرقش. هنا راني نقصتو، نقصت البلانشه لحقاش سخنات. هنا البلانشه راها طفات، هذاك راه كاين الصهد ديالها هو باش كنبقى نطيب شويه غتشعل. صافي غنكمل بعد الطياب. بغيتو ديروا المقله، المقله طيابها زوين، ديروا العافيه متوسطه، ما ديروش العافيه مهيله، متوسطه باش المسمن يطيب ويتنفخ. اذا كانت العافيه مهيله راه كاع ما يتنفخ. دابا انا غنطيب غير شي حاجه، ما غنطيبوش كله، حيت ملي كنطيبو كله، ملي كنبغي نسخن كيقصع، حيت ملي غنبغي نسخنو وهنا كنسخن فيه وكنكمل ليه طيابه، غير يتنفخ ونحيدو. يتنفخ زعما يتحل المسمن ونحيدو ونكمل ليه الطياب ديالو. ملي نبغي نسخنو للفطور ولا جا عندي شي حد هكا ولا، نجبدو ونكمل ليه طيابه. جبت الشبكه ها هي باش ندير بها المسمن. يا البنات راه ما درتش شي العافيه مجهده، وفي نفس الوقت ماشي كنطيبو بالزربه كنخليه ونعاود نقلب ونخليه، لا كنبقى نقلب ونعاود نقلب باش كيتحمر كله كيجي زوين. غدرتيني كاع ما علمتيني مسمنتي، عالمك مسمن كنتي نبقى نتسنى فيك هادشي. عطيني مسيله تكفر على الغلطه اللي درتي. واخا بنيتي انا نوريكم البنات كيفاش غنوريكم. انا نحلو عليكم باش تشوفو. حلي لي معاك هادي، ما كيبغيش فوق منها عسل، وحليها وعدي فوق منها العسل وريها لهم كيجي. هانتوما شوفوا، شوف اسمع هكا، شوفوا هانتوما بسم الله، شوف 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 مسمن كيمشروط. شوف البنات هذا فيها معلقة الزبدة، سمعتي انا ولا؟ ها؟ فيها معلقة الزبدة. بصح يعني ماشي بالضرورة الزبدة. لا لا، هائل. قلتها لهم، قلت لهم ماشي بالضرورة الزبدة، توراق ولا جينا تكون مرتاحة. يعني صدق ليا تاعي. استقدك لا تورقي 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 تيبان لي البوطاجي. لا ماشي زعما كاين هي تشد يد ديالي ولا كيفاش نبقى نورق كيتشد ليه وكيبا ما يتشد الا كان غيتشد لك العجينه ما مرتاحاش باش تعرفي كلش على الراحه. واش العجينه ما كانتش مرتاحه ما تشدش معاك ما تعطيكش. شوفوا كي دايره انتما، شوف شوف
شوف تبارك الله الناس. شوفوا كده شوف فن، شوفوا راه ما كاينش زعما تقولوا غليظ ولا وناشف. شتو راه قلت لهم، قلت لهم راه ناشف. انت هادو ما تخافوا، خفيف على المعده. هذا زوين هذا صح. امين. نحلوا معهم شي وحده اخر نشوفوها مزيان. نديروا معهم وحده على حسابي ضحنيه. تي باغا تاكلي؟ كيما نحلوا معهم وحده اخرى زعما على حساب الصوره. وانتي راه باغا تاكل؟ شوف راه دير الريجيم، جيت انا ما كلتش، انا نبقى نجي دابا راني نقصت. كناخذ راحتي شويه شويه. شوفي خصك ديري لي حلقه حلقه للريجيم واحد الاخر ديما تنقولها. واخا دابا ولات كتلبس طاي 30 سراول. والله حتى 30 شاد دابا شرات سراول والفوق اس وحتى الاكس اس كتجي. الاراده الاراده. دابا واخا كنقدر دابا راه ماشي ما كنزيدش، راه كنزيد كيلو بحال دابا ديال ولكن ما كيبانش لقيت راسي 6 كيلو. ولكن دابا بحال هكا اللي تلبس منو هذا غدا ما غاديش ناكل حتى حاجه. غدا غادي يكون صحي 100%. ولكن داكشي اللي تشهيت وكناكل شات هزتها ومشات. صافي اختي شوف ما بقيتش المصالح تتساقط الاخرين. شتي قال مصطفى؟ قال لك عندما تنتهي المصالح تتساقط الاقنعه. سالينا هي بانت جات صحصحتني مدات المسمن هي تزيد بحال المشاش ملي كيجي بقيت تحت وكياخذ الماكل كيهربوا. دارت شوفوا راه كله جا محلول. شوفوا يا البنات دابا كانت تدير لنا امي مسكينه نديرو بها رفيسه. ما كان عندنا كاع ما كنا نعرفو حنا داك التريد ما كانش كنا نديرو على المسمن هكا ونحلو. اختي هو اللي كانت كدير امي جلست حدا حنا نتقطع صغيرة. يا حنا راه مبقاش تقطعت هي بها بحالك هي تنقب باش تعرفو راه ماشي مصطفى. بغيتي مسمنه ولا ديدي؟ لا ها؟ لا صراحه ايوا ما كنتي تاكلي هو لا حاجه. كي جا مصطفى قال لك البنات وحشنا مصطفى بانت غنوهايلك. شكرا بزاف على التعليق الزوين الله يحفظكم. شكرا عند عيواتكم والله اللي باغي شي حاجه الله يسهل عليه فيها. امين. خباكم مصطفى مطيبه كله كي ما طيبتوش بزاف واخا هكاك يعني خليتي فيني سخون. صافي غنكمل ونرجعو نتلاقاو باش نشوف ان شاء الله الملوي. شوفوا الملوي البنات قرصوه بصباحكم ماشي بالكف، هذوك الصباع باش يخليوه يتحل. هنا يا البنات ساليت. بالنسبه للبلانشا ما عمركم تجروا الخيط وهي تكون خدامه. تبغوا تطفوا البلانشا دوروها كامله عطفيوها باش من الحوايج اللي كيخليوها تخسر هي انكم كتكون خدامه كتساليو منها كتشدوا البريز كتجروه حتى تدوروها. بالنسبه اللي غتسولني واش كدير كلشي، كتشوي اللحم كدير كلشي بسمن بطبوط انا كندير فيها كلشي. غير انا الصراحه ما كنبغيش ندير فيها الكفته وداك الشيء. كانت عندي وحده كتشارياها ملي كنت في مراكش كنت كندير فيها الكفته وكتكرفس كتكرفس. من الاحسن خليوها للمسمن اولا بطيبيطات هكا اولا حريشات. صافي انا غنجمع هادشي ونوريكم السمن كيجي من الداخل باش نقول لكم بالسلامه. صافي البنات ساليت. ها نتوما الزيت اللي خويت، نتوما الزيت اللي خويت. ولكن ما كنديرش الزيت ها كرش. هادو هما المسمنات والملويات اللي وجدنا. كنتمنى بعدا يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. اقتصاديين بزاف خفاف على المعده. ما كيجيوش راكم شفتوهم ما كيجيوش كاع ساردين بالزيوتات. غنوريكم دابا الملوي. هو الملوي ضروري ملي طيب الضربو. انا راه مخبطتوش هنا شوف شتو كله هكا يا البنات. جا خلاوها ما ليها مفضور ومهيضر وكلشي كيجي زوين كيجي زوين الصراحه. واخا انا كنفضل المربع ما عنديش مع الملوي بزاف صراحه. بنين والله الا بنين زوينات. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو عجبكم. انا دابا درت لكم جوج وصفات ما بغيتش ندخلهم في روتين وان شاء الله نتلاقاو في روتين نهار الجمعه ان شاء الله باذن الله. روتين زوين ان شاء الله باذن الله غادي يعجبكم. خسرت لي الثلاجه يا البنات وغنعاود لكم على القصه ديالها ونعاود لكم على واحد الخطا كنديروه كنا وما كردوش لي البال كيخرج على الثلاجه بالمعقول. ان شاء الله نتلاقاو الجمعه ان شاء الله باذن الله. غنقول لكم السلام عليكم و
وخليت لكم الراحة وفي أمان الله. فيك الجاج أنتي؟ نبقى تا الصغيرة تيجي تشمشم على المسمن. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحة وفي أمان الله.